بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير ما بيأتينا أسئلة، بيطلبوا أحيانا أخوة لكم في أماكن مختلفة إنه نفسر الآية الفلانية أو نبحث الموضوع الفلاني. طبعا هنا إحنا ما نقدرش نبحث أي موضوع في درس التفسير إلا لما يكون مدخله آيات قرآنية، يعني في مواضيع كثيرة ممكن تبحث في الفكر الإسلامي إذا صح التعبير، لكن هون درس تفسير، يعني المدخل بيكون إيش؟ التفسير. يعني نطمع إنه هالمسيرة هاي في النهاية يعني تعطي فكرة مناسبة في تفسير كثير من المسائل اللي جت في الآيات القرآنية الآن. ولكن احنا بنستغل انه احيانا بتكون في قضايا ملتبسة على الناس ومدخلها التفسير، لذلك في اكثر من مرة جانا بيطلبوا انه الان في بسود في احيانا في الانترنت، في احيانا في الفضائيات بعض الناس بيكتبوا انه موضوع حجاب المرأة هذا مش وارد في القرآن، هذا مش وارد في القرآن. هذه النغمة تجدوها. فطبعا احنا ان شاء الله راح نختار الان مدخل لهذه المسألة، نفسر الآيات اللي لها علاقة بالموضوع، ولكن لابد من مقدمات. المقدمة الأولى إنه عبر التاريخ الإسلامي من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا موجود أهل نفاق وموجود أناس في قلوبهم مرض من عصر الرسول، حتى لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل كانت بتخلو هذه الأمة من منافقين؟ كانت بتخلو من ناس في قلوبهم مرض؟ لا، وناس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا موجود في كل عصر. طيب عبر مسيرة الإسلام وجدت فئات ضالة تطرح قضايا مختلفة في 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 سواء كان في التفسير أو في الفكر الإسلامي بشكل عام وفي الفقه وغيره، وانحرافات موجود. شو أثر في النهاية؟ بالعكس، هذا مرات شو بيعمل تحدي، ولما بصير فيه تحدي بيبحثوا الناس وفي الأخير بيوصلوا إيش؟ للحق. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسانة حسودي. إذن هو التحديات هاي وجود على فكرة شبهات، هذا شو بيعمل نوع من الحراك الفكري اللي في النهاية الناس بتوصل للصح. يعني بظل في ناس مشطوبين يعني وصرعة تصرعهم الفتن، هذا لابد منها. ليش؟ لأنه هذه الدنيا كلنا دار اختبار وابتلاء، فبتجد ناس طبعا بيصيروا فرائس لناس ضالين، وأئمة الضلال موجودين في كل عصر، أئمة الضلال موجودين في كل عصر. لكن يخشى على الفكرة الإسلامية؟ لا يخشى. يخشى على بعض المسلمين؟ طبعا يخشى، خصوصا الإنسان اللي إيش؟ اللي معاصيه ترديه، لأنه الأتقياء بيكون عندهم حصانة، والحق لما يكون واضح شو اللي بنقص وقتها ودليله قائم؟ بنقص إنه النفس البشرية، النفس هذه صالحة ولا مش صالحة؟ لأنه إذا مش صالحة سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه. إذن أحيانا يتدخل الخالق في الإضلال كعقوبة على أمراض في القلب، وأهمها الكبر اللي هو أخطر مرض ممكن يصيب. إذن في خوف؟ فيش خوف. لما يكون إنسان صادق وبيواجه شبهة
ببحث بسأل إلى آخره حتى يستقر يستقر عنده الفهم خلاص فيش إشكال. طب والناس اللي على طول بتشرب الفتنة، في ناس جاهزين يتشربوا الفتن جاهزين، هذول يعني نقلق إنهم يعني يشطبوا أو يروحوا فريسة للفتنة، في هذا معاصي مش فهمه معاصي. أما الصادق ما بيوصل. لذلك في بعض النساء إيش يا أختي بتقول يعني إنهم بقولوا إنه الحجاب ما فرضوش الدين خلاص، وما صدقت وين تتمسك بهذه المسألة خلاص مهم بقولوا أنا من اللي بقولوا ناس علماء مشايخ بقولوا على طول على طول متلقفتي ما صدقت. طب وهذا على فكرة اليوم ما هو المسألة تختلف عن زمان. زمان أنا أذكر من صغرنا يعني كانت الناس أصلا تناقشك بوجود الخالق موجود ولا مش موجود، يعني أذكر في وسبق قلت عدة مرات من 10 محاضرات كنا نعطيها هنا وهناك يكون 9 منها بعنوان إثبات وجود الخالق. اليوم في حدا بيستحي على حاله بيقول أعطيني ابحث لي في وجود الخالق، اليوم الناس بيسألوا في الحكم الشرعي. فكانت الناس أصلا مش سائلة في الدين ولا في أحكامه. اليوم لأنه لاحظوا الآن اللي بتهزم الأفكار العلمانية والأفكار الإلحادية تهزم في العالم مش بس عند المسلمين، وعند المسلمين برضو كله هزم. طيب أهل الضلال لما بيشوفوا هالمد الهائل هذا وإقبال الناس على الله، وحتى الفاسق ما عادش يبحث موضوع إنه الله موجود أو محمد رسول ولا لا، وصارت القضية كاسحة في المجتمعات البشرية، ما هي معركة كانت معركة دائرة، وهم كانوا يتصوروا انه الاسلام في غرفة الانعاش، وكانوا بيستنوه في الكرادور وهم يستنوا عبين ما يعلن موته، واذا بهم افكارهم اللي بتموت، تمام افكارهم اللي بتموت. والاسلام ايش بيقتحم النفوس، ليش طيب ليش الاسلام اللي بيقتحم؟ فصاروا يتلونوا. الان صار في نفاق، الان في الاول كان وضوح خلاص ما يأمنش يناقشك في الله وفي رسوله، هلقيت لما بشوف المجتمعات كلها من حوله بصير بده يتلون لإيش مشان وبالتالي شو صار يظهر عندنا؟ صار عندنا ناس يتحدثوا بلساننا بلسان المسلمين، وقال بيحاولوا يبحثوا الأدلة. وبتشوفوا اليوم الفضائيات هذه بتعرفوا ما انت وراها من وراء الفضائيات هاي وشو بكون أقصتهم وتفاصيل وكلها هاي. على فكرة ظنوش الإعلام يعني مش مدروس وخططه وناس علماء نفس علماء اجتماع وراء هذا كله من أجل إيش؟ محاربة الفكرة الحقة. طيب وعكل هم بيهزموا، الإعلام بإيدهم كان من أول يوم، وكانت المناهج في إيدهم والمدارس والجامعات والتفاصيل كلها ثم الآن بيهزموا في كل موقع. أنا بتكلم على الفكرة الإسلامية تقتحم. حتى الآن أئمة الكفر كلك من قالك أنا مسلم، وهذا الآن صار خطير. ليش؟ أنا مسلم والآن بده يبدأ يفهم الدين بطريقته. طب والعلماء؟ لا، هذا الدين بصير ما بده علماء، الآن بصير كل واحد بإمكانه يقفز، يعني كل العلوم بدها تخصص، كل العلوم بدها تخصص إلا الشريعة. مع أنه لعلمكم يعني الشريعة والدين بشكل عام هذا مش من السهل على أي بشر أنه يكون متعمق في هذه المسألة. ليش؟ لأنه في شمول، في شمول في عالم الفقه والتشريعات، في عالم العقائد والفلسفات، في 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 فيش جانب إلا متعرض له. وبالتالي المسألة مش سهلة. يمكن تكون سهلة في أي علم من العلوم تتخصص فيها، لكن الدين بما أنه بيشمل الحياة كلها، إن أجا ناقشك في الجانب اللغة بدك تكون جاهز، في جانب في التاريخ بدك تكون جاهز، في التربية بدك تكون جاهز، في علم الاجتماع بدك تكون جاهز، في القوانين بدك تكون جاهز، في العقائد والفلسفات بدك تكون جاهز تفاصيل. وهذا مش مطلوب في أي علم إلا هون في الشرع، لأنه الشرع إيش والإسلام بالذات شامل لكل جوانب حياة البشر. طيب فصرت تشوف اليوم بتلونوا.
طيب ما في منهم مجتهدين فعلا بيكونوا مجتهدين. مجتهد يعني عنده خلفية علمية، هاي واحد، خلفية علمية مناسبة. اثنين، عنده صدق، عنده صدق. اذا متوفر هالاثنين هذا مش راح نغلب معه، والمسألة بسيطة، وهذا اصلا ضمن الشريعة قضية الاجتهاد، تمام. ولكن اذا ما فيش الخلفية المناسبة او فيه وما فيش صدق، او وما في المستشرقين عندهم علم، اهل الاستشراق عندهم علم، لكن الان مش ثقة يبتوا في مواضيع الدين. ولذلك مش معذور، مش معذور اي واحد بيحاول يقول سمعت فلان وبيقولوا عنه مفكر اسلامي، ما هي صارت اليوم ولا في اسهل منها، المفكر الاسلامي فلان، المفكر الاسلامي فلان، خلاص هذه ما التسويق، هذا هذا تسويق، مفكر اسلامي، مفكر اسلامي، مفكر اسلامي. وفي منهم، وطبعا مش موضوعنا الاشخاص ولا نذكر اشخاص هنا، في منهم تقرأ واذا به الحاد، وبكون مسمينه ايش، مفكر اسلامي والحاد، ويوصل يصل الانحراف الى درجة لا يصل الملاحدة، ومفكر اسلامي. بس لانه مش موضوعنا في التفسير اشخاص حتى نبدأ احنا يعني يحرفونا عن الفهم الصح. الان على كل مسألة بسيطة، اللي بده الحق يجده ببساطة. والعلماء اليوم، علماء الأمة، مش بالعشرات الألوف ولا مئات الألوف، أكثر في الأمة الإسلامية. من الأمة الإسلامية لعلمكم الآن بدأت تكون أكثر من مليارين، بعدهم بيقولوا مليار ونص، أكثر من مليارين. هذا حسبتهم مستعمين قبل 5 سنين، كانوا 1.8 مليار، أكثر من، أقربوا مليارين، مليارين تقريبا قبل 5-6 سنين في إحصاء، عملت دراسة في الموضوع. فالمسلمين الآن أكثر من مليارين. قديش العلماء اللي متخصصين، شو معنى متخصصين؟ بقصدش الجامعة، بقصد بفرغ وقته للعلم، العلم الشرعي، بفرغ وقته. يعني بيكفي على فكرة 20 و30 و40 سنة، بكفيش لعلمكم، بكفيش. هذا في أي علم هيك ممكن تخص تمشي، لكن في الدين، في الشريعة الإسلامية والعقائد الإسلامية بيكفي 40 و50 سنة، ما بيكفيش، بيكفيش. طيب صارت اليوم اي واحد كن درس له شوية شهر شهرين ولا شيء، خلاص بصير يقفز على كل شيء، او بروح بقرأ له اكم كتاب مشان يصير يعرف يحكي، من اهل الضلال. طيب الان الالاف المؤلفة، مش مئات الالوف، اكثر من العلماء، قديش في منهم منحرفين؟ انتم بتكتشفوا المنحرفين قلة قليلة جدا، يعني بتعدهم. واليوم بعد ما يسمى سمي بالربيع العربي، صرتوا تشوفوا عجب ولا ما صرتوش؟ صرتوا تشوفوا عجب ولا ما صرتوش؟ طب هذول اللي شفتوهم منحرفين، منهم بلبس لباس الدين او غيره، كثار يعني، كثار كثير يعني. قديش اكم واحد؟ اكم واحد بعدين، بس هم ايش؟ هم على الساحة، هم لا مش هم على الساحة، قصدك الاعلام؟ الاعلام نعم. لا لا لا، اليوم اليوم بامكان اي واحد فينا، اي واحد، اي واحد يكون هو جندي. اليوم مفتوح صارت حتى في الانترنت، وفي 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 وفيسبوك وتويتر وتفاصيل، واليوم حرب، انت الكسبان في النهاية. تقدر اي واحد اليوم بقدر يكون له دور. الان هم عم بالاعلام، صحيح هم عم في يوم من الايام الاعلام كان فقط بايد السلطات، بس اليوم عم بيخرج منها، وبدأت الناس الان تنفتح وتستطيع تأخذ المعلومة من اي شاءت، اذا شكت في موضوع بسهولة، بسهولة بوصل اليوم. فبالتالي اذا هم كثار المنحرفين؟ ابدا ابدا، مش كثار، ممكن لما تجمعهم هيك يبينوا كثار، بس لما نيجي نشوف علماء الامة كم هم، كم موجود ومبثوث في الامة، كثير. طب لكن كون الاعلام احيانا نركز على بعض الناس، هذا موضوع ثاني، هذا لانه اصلا هذول الطواغيت، الطواغيت اللي بيركبوا على الامة على خلاف كل الامم، كل الامم الها حق تختار، تختار حكامها، ما عدا احنا. ليش؟ ليش ما عدا احنا؟ وبعدين زي ما قلنا، مين هذول؟ مين هذول اللي اللي حكمونا بنرجع لورا، حكمونا بنرجع لورا، بنرجع لورا، نرجع لورا، مين هذول؟ بامكانهم ينافقوا يعني شوية كلمات وخلاص، واخدع الناس بالكلمات. قديش لهم راكبين على الامة وخدعوا الامة؟ هذول الطواغيت اللي بيملكوا الاعلام. طب ما انتم شايفين الدول اللي بتزعم انها بتطبق شريعة الله، اعلامها اللي بنشر الدعارة،
تسمعوش بأسماء أمراء بملكوا فضائيات وهم بينشروا الدعارة من أمراء اللي قال بيحكموا في الإسلام وبيدهم بدهم على رقاب الناس باسم منهم إيش حكام الأمة ولا يروح ولا يجوز الخروج على الحاكم ينهبوا الأمة وانهبوا مواردها وانشروا الدعارة في العالم ولا يجوز الخروج على الحاكم. ما هم اثنين، يا اما من طواغيت مبينين كفار وفجرة، يا اما من طواغيت بتزيوا بالاسلام تكشفهم من خلال ايش لصوص بنهبوا موارد الامة، وهم اللي وراء الاعلام المنحرف بمليارات. أه؟ بس هذا الان على فكرة ديروا بالكم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. انتم بين بدت فعلا المجتمعات، احنا من احنا صغار كنا نعرف شو الناس وشو الناس اليوم لعلمكم، واحنا ما بنوزن الناس بلباس بميزان الذهب اصلا، نعرف الضعف البشري وانه المسألة بتجيش دفعة واحدة شوي 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 شوي، راقبناها من سنين من الستينات واحنا واعيين على الناس ها شو كانت وكيف، وفي السبعينات صارت وكيف في الثمانينات صارت وكيف في التسعينات وكيف وكيف, وكيف. الامر بيقتحم الفكرة الاسلامية مع انه كان لها مقاومة عنيفة من كله. الان طالما وصلتوا لدرجة تكونوا مجتمعات مؤمنة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بترككم مش الله وانتم مش مميزين. اللي بعبك مش مميزين، اللي بعبك اللي في داخل المجتمع من المنافقين من والكفرة وغيره اللي بتزيه، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب ينزل لنا وحي ويقول فلان وفلان 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 وفلان، ايش نستفيد؟ انتهت النبوات. وفي عصر النبي شو قال صلى الله عليه وسلم؟ نكمل الآية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طب ولكن بده يطلعنا؟ هيكم اليوم بتشوفوا، هلكم اليوم بتشوفوا خلال سنة سنتين ثلاث هذول الاخيرات قديش تكشفت لكم امور واشخاص وجماعات وتفاصيل كله. بص هذا كان في ابنا هذا كله وكنا مخدوعين فيه. الله ارحم. ولذلك هي مسيرة مستمرة رح توصل للصح. بس الناس ايش؟ ولكنكم تستعجلون. طب ما في عفن، ولا مين قالك ما فيش عفن؟ في عفن. والعبرة في ايش؟ العبرة في ما يغلب في الامة، مش انه تقول لي في عفن، انه في عفن ولا بعدين كيف الناس ممكن تصحح بدون ما يبين العفن؟ كيف الطبيب بده يعالج بدون ما نشخص المرض؟ كيف هذول كنا مخدوعين. وما اسهلها قضية الشعارات، وارفع شعارات وتفاصيل، وبعدين انت يا ريتك محلك ترجع لورا. وبمنوك لهم سنين بمنوك وبترجع لورا، من كله بترجع لورا، ايش يعني هذا؟ على كل، فبالتالي طيب هذول فقط الطغاة والحكام والتفاصيل لا، وعلى مستوى اللي بسموهم مشايخ قال شفتوا في مرات بدأت ناس تظهر عجيب، والله اكبر منافق او اكبر من الكفار. احنا منشوف من اللي بسموهم كفار، منشوف ناس موضوعيين وبتكلموا الحق، ناس بسموا حالهم مشايخ بالتقيش فجور فوق العادة. وبديتوا تشوفوا. بس في ناس يفتنوا بهذول الناس، يفتنوا من جهتين، من جهة في ناس بيصدقوهم وفي ناس بيقول لك شو هالدين، لا هذا هذول الناس اللي بيصدقوا او هذا هو مشطوب. لما الامه بشكل عام عارفه ايش معنى انت يعني اللي ما عرفتش، ايش معنى انت اللي معناتك انت مالك شيء، معناتك انت مالك شيء. على كل، اذا مالك شيء الله بيهديك، اذا مالك شيء الله بيهديك. ثم في قضية الحق والباطل، طب ما هم بينه الحق والباطل، ما هم بينه. طيب الآن إذا نبدأ في موضوع المرأة والحجاب. يا أخي طب ما هو قضية الحجاب هاي قضية
شكليات، احنا بدنا الجوهر، بدنا الجوهر مش الشكل. ويا سبحان الله، من اول ما بدت النساء ترجع الى الله باللباس بدوا يستنفروا قواهم. طب مالكم؟ ما هي قضية شكل هاي، يعني مستفزين ليش انتو؟ مستفزين من انها النسوان بتلبس؟ طب ما هي مش حريات، مش حريات، انتو شايفين الناس بتجبر اجبار. طب ما هن ما كانش يلبسن، ما احنا كنا شايفين انهم في رام الله في الستينات يا اخوي، هذول الحجات اليوم اللي هن عمرهن في الستين والسبعين، انا شايفهن، شايفينهن كيف كانن. لو بدي اوصف لكم شو كانت رام الله، لو بدي اوصف لكم شو كانت رام الله هون، ومش بس رام الله وغير رام الله، تمام. والان والناس الان بترجع لحالها، ما حدا مجبرها اصلا، ما حدا مجبرها اصلا. لاحظوا اهل الفجور الان والكفر والفسوق والعلمانيات والولا شو استنفروا خير. هو يعني مش 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 انا حر، مش انا حر، انتوا بعدين مستنفرين من الطهارة ليش؟ طب استنفروا من النجاسات، تستنفروا من الطهارة ليش؟ وانتوا بديتوا تشوفوا الان صارت الشعوب هذه ما بتصلحش انها هي اللي تختار، هذه الشعوب لازم يكون في اوصية عليها، حتى بدهم مظلهم راكبينك. وكل الشعارات اللي بيطرحوها من حريات وبيختار الناس وبتختار والشعوب وتفاصيل، كل هذا الان صاروا يتنكروا له. والان تجدوا بلد، خذوا فرنسا كمثال اللي هي اول بلد قال ايش صارت فيها الثورة والعلمانيات، ما هي ام العلمانيات واللي بتتحدث عن الحريات، اني فرنسا. أكمن طالبة في البداية هيك بدأت، أكمن طالبة في مدارس ثانوية، مدارس ثانوية لبسن إشاربات، بس إشاربات، يعني باقي اللباس مش شرعي كان، هذه بداية المسألة في فرنسا. طيب لاحظوا، لاحظوا دولة فرنسا إم العلمانيات، بنات صغار في السن، صغيرات بدرسن في مدارسكم لمعلمين منكم والمناهج منكم يا علمانيين. مين اللي يسيطر؟ الأستاذ ولا التلميذ؟ الأستاذ. خايفين من إيش؟ بس أكمن واحدة توضع لذلك أنا شفت برنامج بالإنجليزي كيف بوقفوا هم بكل كيف بوقف المدير الصبح لما البنات بيجوا على المدرسة، المدارس مش الجامعة، بيجوا على المدرسة وإذا لابسة كان إشارب بخليها إجباري تبين أذنها، 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 بين أذنك. يعني المهم بدهم يخرقوا هذه المسألة، هم عارفين إنه هذه واضعة الإشارب كعفة، مع أنها هي بشكل عام ما كانش يعني يلبس في حين لما بدأت المسألة في فرنسا. طب ما أنتوا بتقولوا حريات، مش بتقولوا حريات وحق وتفاصيل، إيش اللي استفزكم؟ قال هذا شعار ديني. شو هو الشعار الديني؟ طب ما هو الإشارة بيكون أصمر وأحمر وأخضر والتفاصيل ولا في أي نوع من الشعار، بس هذا قصدكم يعني هو دليل العفة. طب وعندكم الراهبات بتعففوا ولا بتعففوش؟ الراهبات بتعففوا ولا بتعففوش؟ شو بيلبسوا الراهبات عندكم؟ طيب وشو شو بتلبسوا مريم العذراء لما بترسموها؟ شو بتلبسوها لما بترسموها؟ هو يا اللباس جاء في الإسلام بس ولا موجود كمان في اليهودية وموجود في المسيحية وموجود في كل إشي بيقولوا له دين؟ تمام. شمعنا هون خايفين من هذا إيش؟ لأنهم لعلمكم هو لما يكون شاعر بضعف ثقافته وفلسفته وأنه هذه بدايات في النهاية وين راح تنتهي، هم بيفهموها، هم بيفهموا مدركين انك بدأت تقتحم انت. في اليوم اللي اقتحمونا هم ودخلوا كل بيت بفكرهم، اقتحمونا واقتحموا العالم الاسلامي ودخلوا كل بيت، الان صاروا دافعوا ايش في حصونهم هناك. اذا يعني طب ما انتوا، ما احنا الاضعف، انتوا الاغنى وانتوا علميا اقوى وانتوا 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 والمعركة لها اكثر من قرن، الآن صرتوا أنتوا بتدافعوا عن أنفسكم في العواصم، خايفين من إيش؟ خايفين من هذه الفكرة القوية اللي بتقتحم أصلاً. أكثر ما يسلم من نساء الغرب، عفوا من الغرب النسوان، حاولوا يفهموا النسوان إنه هذول بيستعبدوا المرأة وهذول بيعددوا الزوجات، منه شايفات، شايفات زوجها بقعدش معها سنة، وشايفات الرجل الغربي بنطهن هون، تضحكوا على مين؟
هن، ولذلك اكثر اللي بيسلم نسوان، وهذا بكيدهم مش بس نسوان، والقمم الفكرية وقمم فكرية، لانه بدهم يضحكوا على مين هم، بدهم فالان بدهم يدافعوا عن انفسهم. ولذلك انتم بتلاحظوا قديش مين اللي عمل قضية الحجاب مشكلة؟ هم. واللي عنا برضو قديش بحاولوا يحاربوا. على فكرة هون في البلد، اول ما بدأت موضوع التحجب منعوه ان يدخلوا في المدارس، وبذكر لما قضية بغض النظر عن الاسماء مدير التربية هون في البلد والمدارس وممنوع وممنوع وممنوع، حتى الناس يعني الناس قدرت شوية 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 حتى فرض. ليش بتمنعوا انتو؟ ليش بتمنعوا؟ طب انا بفهم، المرأة المتبرجة اللي كاشفة مفاتنها تتدخل في خصوصية الرجال ولا بتتدخلش؟ انا بدي افهم، المرأة المتبرجة بتتدخل ولا بتتدخلش في خصوصياتك؟ اكم مرة روحت على البيت وصورتها معك في ذهنك؟ اكم مرة شوشت عليك في العلاقة بينك وبين مرتك؟ اكم اكم اكم. هذه المتبرجة، انا بفهم انهم يضغطوا على المتبرجة تلتبس وتحتشم، بفهم، وهذا مش حرية شخصية، مش صحيح، لانك بتتدخلي بغيرك. احنا بنعرف شو الرجل وبنعرف اخ المرأة، وانت متدخلي في خصوصية الرجال وبتسيئي لهم قاعدة وبتضغطي على اعصابهم اذا كنت جميلة. اذا هون تمام. لكن طيب ممتاز، اللي بتلبس وبتتعفف هاي ايش دخلكم فيها؟ دخلت في خصوصياتكم؟ قال هاي بيبدو ايش يحكوا ويمنعوا وبدو بيحاصروا من هون. ليش؟ لانه الطهارة دائما بتستفز النجاسة، النجسين تستفزهم الطهارة. الطهارة لما جات بعض الشعوب بدها تختار حكامها، مين صار يتآمر؟ على فكرة اللصوص اللي إلهم بيحكموا الأمم ومنها بمواردها، قالوا وين شعوب تصير تختار ولا لنوريها تختار هي وإحنا شو صير فينا؟ فهمتوا شو صير فيهم هذول اللصوص اللي ما بندري منين هم أصلا؟ ومين هم ما ندريش، وإيش انتماءاتهم ندريش، وسهل جدا يقولوا لك الله أكبر عبد الله بن أبي بن سلول، ما هو كان في أول صف في صف، عبد الله بن أبي بن سلول ما هو أول صف في صف في الصلاة كان، ها؟ فديروا بالكم. إذا هذه المعركة الآن صارت مكشوفة أكثر، وهذا معناته الأمور ماشية تمام الأمور. أما قضية إنه الأم بتدفع ثمن، هذا إشي طبيعي، واتخذ منكم شهداء. لا يكون بظن الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يكون هي بهذا الشكل. ليش هو انت عمركم شفت واحد بتخرج وبدخل الجامعة بدون ما نحطه في امتحان؟ هيك يعني هي الامور. والامم اللي تمتحن هي اللي بترتقي في وعيها وفي اخلاقها وفي قيمها، واللي بتدفع هذه ايش؟ تطهر، من كل من كله. والامم على فكرة اللي بتذل تتفسخ وتتحلل وبنتشر فيها الضلال. الأمم اللي على فكرة بتدفع ثمن هي اللي بترتقي، شوفوا لي الأمم في العالم كله، أني أمي قبل ما تتحرر ما دفعتش ثمن، بس بدي استثناء واحد، في أمم العالم كلها، وكل اللي ارتقوا هم اللي دفعوا ثمن، طيب الآن قال إذن بيستفزهم المرأة، يا أخي ما عادتش حريات، ممنوعة علينا إحنا، طب هي حرة، والله. وبعدين هذه إذا بتلاحظوا العودة إلى قضية اللباس، لا قلد فيها لا أم ولا جدة، لأنه لا الإميات كانن ولا الجدات، كانن يلتزم من هذا، جديد كله. واللي بكيدهم أكثر المثقفات والمتعلمات، وأصلا معظم اللي بتبرجن جهلات، صارن جهلات. واليوم صرت تدخل على المحافل العلمية والجامعات والتفاصيل تجد الاشي الكاسح ايش؟ الالتزام باللباس. يا اخي هذا شكليات، طب مدام شكليات انت مستفز ليش؟ مدام اللباس شكليات مستفز ليش؟ بعدين مش من حريتها هي؟ بعدين هي بدهاش تتدخل ولا تأثر على ناس ولا تضغط على اعصاب الشباب ولا تفاصيل؟ ما ماشي؟ شفتوا المنطق اللي مبين في طيب.
وبالتالي صرت تجد اليوم برضو ناس من الآن طب كيف بدهم يدخلوا للناس هم؟ أيضا بيدخلوا للناس عن طريق ناس ضلال بسموهم مفكرين وبيبدوا يسوقوهم، مع أنه سهل تكتشفوا أنت، سهل تكتشفوا إذا مفكر إسلامي ولا لا، لأنه ببين من صدقه وحرارته والتزامه في أمور كثيرة، في أمور كثيرة في حياته وفي أفكاره، هون وهون بتجده ودائما ببحث على الدليل ودائما وبعدين ما صار أسهل منهم يقفزوا على السنة، لأنه السنة هي هم بدهم القرآن مشان على خاطرهم يتصرفوا. بمعنى إحنا أقيموا الصلاة، طيب وبعدين كيف نقيم؟ ما هي مدهيات. أجت السنة فصلت، آتوا الزكاة كيف نأتي الزكاة؟ أجت فصلت السنة، ولله على الناس حج البيت كيف نحج البيت؟ أجت فصلت السنة، فصلت الموضوع. فهم بيعرفوا أن السنة بتفصيل بتفصل الدين وبتشرح. بدهم الآن لا طبعا بيقدروش يقولوا لك اليوم بدناش الإسلام، لأنه قلنا هذه المعركة خلصت، هذا أصلا هزم كله، هزم كله. كانوا يقولوها زمان، الآن ما فيش الآن بدهم يتلونوا. فبالتالي يخدع بعض الناس لما يشوفوا بقول يقول الله تعالى، الله سبحانه وتعالى انتبهتوا كيف؟ القرآن الكريم، احنا القرآن اصلا بكفينا تبيانا لكل شيء، تمام؟ طب وريني طب هو فعلا تبيانا لكل شيء، بس اشوف انت بين لي في المسألة الفلانية والمسألة الفلانية. فصرت تجد مثل هذا الكلام الآن منتشر وبيحاولوا يروجوه. طيب هذا في النهاية بينجح؟ ماني فاهم انه بينجحش، بس جيد انه هذا بخلينا برضو ايش طيب بخلينا طبعا نرجع نفهم احسن. لفت انتباهي مش واحد اكثر من واحد في اكثر من فضائية بيجيبوهم بصفتهم ايش مفكرين اسلاميين وبروجولهم. اكثر من واحد يا سبحان الله بتجد لسانهم لسان واحد، تشابهت قلوبهم. كن قال لك اولا، شوفوا الان كيف بيبدو فيها، هذا من علامات الضلال. اولا في القرآن ما فيش اشي اسمه حجاب له علاقة باللباس، وبيبدو ايش يدللوا لك انه فيش اصلا في القرآن اشي اسمه حجاب، وبركزوا على ايش؟ على تعبير حجاب. ما احنا موافقين معك، فيش اشي في القرآن ولا في السنة حتى كمان مشان نزيده من عندنا حجاب له علاقة بموضوع تستر المرأة اللباس، يعني ما فيش. افهمنا شو اللي بدك اياه مشان ندلسوا على الناس؟ اذا احنا بدنا نسألك عن اللباس الشرعي، احنا بدناش كلمة حجاب. هذه حجاب، اذا الخلاف على كلمة حجاب منبدلها. شو بتقترح انت؟ لباس شرعي مثلا، العمل بالشروط الشرعية للباس الرجل والمرأة، لانه لباس الشروط مش بس للرجل، للمرأة والرجل. ايش اللي بتطلبه انت؟ بيركزوا على حجاب. اكثر من واحد شفتوا هدول بيسموهم مفكرين، حجاب وما ورد شو ما ورد. انت بتناقش الموضوع ليش؟ بتناقش موضوع حجاب ليش؟ الناس قالت حجاب، سمته اليوم حجاب. قول انت انه التسمية مش دقيقة، وانما اللباس الشرعي هو كذا وكذا، اما لا مشان يوهم الناس انه لا في القرآن ولا في السنة ايش اسمه حجاب. مناش نسمي حجاب، طيب احنا نحكيش معك في هذا الموضوع. شفتوا علامة الضلال لما بده يخوضوا في ايش؟ قال في معاني الكلمات. طب ما حدا قال لك انه احنا بدناش حجاب، احنا بدناش حجاب، مش احنا بدنا لباس شرعي. متى يكون اللباس شرعي؟ بيجي بنط واحد ثاني بقول، واكثر لسانهم طبعا تشابهت قلوبهم، انه اصلا المرأة العربية كانت هيك تلبس. يعني مش الاسلام اللي جاء هذا اللباس، المرأة العربية كانت هيك تلبس، هذا اشي تاريخي، هذه دير بالك بركزوا عليها، هذا اشي تاريخي وهيك كانت المرأة. ممتاز. ليش هو في امة بتلبس ايش؟ انسوا موضوع الامم البدائية. ما هو على فكرة لعلمكم من ناحية العلم النفس، كل ما ارتقت البشر في فكرها بيحتاج الناس يلبسوا اكثر، النسوان يلبسن اكثر. ليش؟ لانه البدائي
يثار بالحس والملامسة أكثر من الخيال والرؤية. الأمم البدائية على فكرة حتى لو كانت عارية لأنه بدائي مش زي إيش المرتقي فكريا، وهي معروف في علم النفس، كل ما ارتقيت أنت كل ما توسع الخيال. شو يعني توسع الخيال؟ يعني إذا شفت منظر جميل تأخذه معك تستحضره وأنت ما بدك، وتفاصيل طويلة هذا البدائي بقدرش عليه. تمام، هذه دراسات الآن فهمنا. إذا الأمم كل ما ارتقت بتحتاج اللباس أكثر، ولا أنت بتشوفوا كثير من هالزعماء اللي في الغرب قاعدين كل يوم والثاني بمسكوهم في شغلة، ليش؟ لأنهم عندهم أفق زعماء ومفكرين وتفاصيل، ها، وأمامهم الإشي معروض يا أخوي، وأنت بشيك هذول بتأثروا أكثر من البدائيين. هذول بيفهموا، هذول مثقفين، هذول خطرين، هذول خطرين أكثر. تمام؟ فهون هون بقولوا تاريخي. طب ممتاز، إذا كان لو تاريخي المسألة، كان القرآن والسنة سكتت على لباسهم. هو سكت القرآن ولا عدلهم في اللباس؟ قال لهم تعال 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 تعال، هذا لا، هذا قالها هيك ولا ما قالهاش؟ تركها يعني للتاريخ وكيف هي لابسة، ولا قالها تعالي وبدأ يضبطها وراح نشوف في الآيات، قالها تعالي ولا إيش؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن في تبرج، موافقش على التبرج. اثنين، ولا إيش؟ ولا يبدين زينتهن إلا كائنات يبدين، ولا إيش؟ ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا إيش؟ لحظة، يدنين عليهن من جلابيبهن، ولا إيش؟ لما نزلت ولا يضربن بخمرهن أو يدنين عليه من جلابيبهن، إيش تصرفن نساء الأنصار والمهاجرين؟ شو غيرن وبدلن في لباسهن؟ حصل ولا ما حصلش؟ إذا حصل خلاص، إذا فيش شيء اسمه تاريخي وإنه هيك كان يلبسن، لأنه وجدنا بيجي بتدخل بالقرآن، معناته مهمة، بالقرآن الدخل وبالسنة. إذا بطلت هاي موضوع إنه هيك كانوا يلبسوا. هذا لو ما دخلش هو بنقول هيك كانين يلبسوا، بس ما هو ما قبلش هيك بلبسوا وعدلهن، قالهن أما يجي يقولوا لي والله هذا الجلباب كانت تلبسه العربية، اليوم إحنا ممكن نجيب طريقة ثانية متسترة، جيب طريقة ثانية متسترة مش قضية، مش هيك؟ بس المهم لأنه أصلا لعلمكم شو هو يعني، شو هو اللباس الإسلامي؟ اللباس الإسلامي شروط على الرجل والمرأة. يعني إذا قال للمرأة ما يجوز تشبه المرأة بالرجال، يعني على فكرة لباس المرأة ولباس الرجل، لباس المرأة ولباس الرجل بيحددوا العرف إذا بتوفر في الشروط الشرعية، بيحددوا العرف. إذا لا يجوز في عرف ما إنه المرأة تلبس لباس الرجل أو الرجل لباس المرأة. ليش؟ ليش هذا التمييز؟ وإيش فائدته؟ هذه بدها لحالها تفصيل، إيش هذا؟ ليش بتشبهوش؟ طب شو لباس المرأة؟ أيوة، شو لباس الرجل؟ بيختلف في أفغانستان عنه هون؟ بيختلف، ولكن في إشي لازم يكون للرجل وفي إشي لازم يكون للمرأة، بصيرش تشبهوا. إذا كانهم في اسكتلندا رجال بيلبسوا تنورة لهون، تنورة في اسكتلندا اللباس التراثي، هذا لباس الرجل، بصيرش المرأة تلبسه مثلا، مش هيك؟ خلاص صار لباس الرجل في العرف هذا. وكمباز اللي كانوا بيلبسوا أجدادكم، ما هو فستان، ولكن خلص صار معروف انه الدماية هاي والكمباز هذا للرجل، خلص بدنا نميز. اذا هاي مثلا شرط، هذا الشرط بخص الرجل والمرأة، الشرط اني ما اتشبهش بكافر، لانه على فكرة التشبه هو معناته ايش؟ هزيمة داخلية. انت بتتشبه دائما بالاقل ولا بالاعلى في اعتقادك؟ انت بتتشبه بمين؟ في اللي بتعتقد انه اعلى منك. عمرك شفت واحد بتشبه بالاقل منه؟ فهذا عنوان الهزيمة، التشبه بالكافر، عنوان هزيمة التشبه بالكافر. انتبهت كيف؟ هذا على الرجل والمرأة. ستر العورة، والستر له مفهوم معروف شو يعني ستر،
يعني الضيق مش ستر والشفاف مش ستر، ما هذه بدهيات. طيب الرجل، الرجل ولا المرأة هذا شرط؟ على اثنين ستر العورة لاثنين. اما اذا مساحة العورة بتختلف، ليش طبعا مساحة العورة عند المرأة بتختلف عن الرجل؟ قال في ناس بيعرفوش ليش، قال في ناس بيعرفوش ليش، يعني ما بدروش. انت زلمة، اذا كنت زلمة راح تدري بتكذب علي، معناته اللي بقول لك مش عارف بيكذب، لانه حتى الدراسات المعاصرة لما وصلوا بدماغ الزلمة وصاروا يعرضوا عليه صور نسوان، وجدوا انه اللي يثار في دماغه المنطقة المسؤولة عن لذة الطعام، تمام. ولما عرضوا صور رجال عن نسوان، لا المحل المركز في الدماغ المسؤول عن لذة الطعام لم يثار. تحسبوش انه المرأة بتنظر على الرجل زي الرجل على المرأة، مش صحيح. لذلك هن هالمسكينات مجداريات، شو يعني البصبصة في الزلام، هن مجداريات انه بيستمتع، هن بيطلعن على الاشي الجميل، بفهمن شو يعني جميل، غروب الشمس، طفل جميل، مسائل يخربت، مش فاهمات، مش فاهمات او فاهمات يخربت مأخبثن، بدأت فاهمات. ها، واذا خيالك عن بعد 2 كيلو بعينيه، عن بعد 2 كيلو بعينيه، مين قال انه بنية المرأة النفسية زي الرجل؟ مين قال هذه؟ بيكذبوا علينا ليش هم؟ بيكذبوا علينا ليش؟ لا يكون يعني الرجل وهو يعني كاشف عن راسه ورقبته النسوان يثرن ممكن يعجبن، فهمنا، وعضلاتهم بين وهون ولا اشي، ورجليه ايش هذا يا مرأة؟ يعني رجل الله يكرفك، ايش يعني ايش بيعني هذا اصلا؟ حتى هي طريقة مخاطبتها غير، يجب ان تكون الرجل يخاطب بطريقة، يقال له في مخطوبته جميلة، وبعدين بصير يقولوا اخلاق وتفاصيل، ولو تشوف هالكذا وتشوف هالكذا وتوصف له امه، المهم. بس المرأة ما يقال لها هيك، بعدين بتخدش كرامتها، انت مش هيك الكلام معها، مدخلها بيختلف. رجل مسؤول عن يعني محترم كريم شهم حنون تفاصيل، بعدين خلص ما هي بعدين بتشوفه، مش قضية. فهون مش عارفين قال. فاذا هي فقط مساحة العورة، المساحة عند النسوان غير عن الرجال بس، ولا هو نفس الشروط، باقي الشروط هي اللي للرجل للمرأة بس، الموضوع مساحة ستر العورة، ستر العورة في اثنين، الشروط هي للرجل للمرأة بس مساحة واحنا عارفين ليش، احنا رجال عارفين ليش. اذا مش عارفين النسوان قولولهن، اذا مش عارفات قولولهن وفهموهن شو يعني، شو يعني. بعدين افرضوا الدين ما تحدثش اطلاقا، افرضوا الدين ما تحدثش اطلاقا في تستر المرأة بالمرة، طب ما هي ممكن توصلوا بالعقل، ما احنا هينا شايفين العالم اللي مش متستر شو صار فيه، شو صار فيه وشو بصير في الاسر، والتحلل الابناء غير الشرعيين، والامراض الجنسية، يوم انا من 30 سنة توفى رحمه الله رجل طبيب متخصص في الامراض التناسلية من اكثر من 30 سنة، بقول له الامراض اللي اليوم الجنسية قديش، سمعت انا اليوم في بداية القرن يعني 4 امراض، قال شو اربعة، قال لي في بداية القرن 20 كان معروف 4 امراض، اليوم فوق 40، فوق 40 نوع من انواع الامراض التناسلية متخصص. ما كانش في ايدس، وما كانش في اسماء ما بسمعوش فيها الناس. المهم وكل مرض باخذ له على فكرة نسبة في الغرب، كل مرض باخذ له نسبة. طيب وانهيار الاسرة وتفاصيل كلها، طب كل ما هي جربت الناس. لو ما كانش الدين بتكلم عن التستر كان استنبطنا عقليا واجتهدنا فيه احنا اصلا بدون مبينة، ما احنا عارفين. وانت بتكون الامور اطهر، وبتكون المرأة ابعد عن انه يسائلها باسلوب او اخر. واذكر
في عندنا هون جمعية نسوية، وانت بتعرفوا الدول الغربية يا اخوي صار تعطي هذه الجمعيات اللي بتنفذ ايش مخططات الغرب، بيعطوهن مصاري واعطوهن اكثر، وكانوا في يوم من الايام بيعطوهن اكثر مما بيعطوا قال الزراعة والصناعة كلها في البلد، ها المساعدات. والجمعيات بدأت تنتشر، بدأت تنتشر هون وهون وهون وهون، ومنيحة فكرة انهن اكثرهن شو بيعمل، بيعملوا ورشات وكذا وبصرفوا من هون وبكتبوا تقارير، والحمد لله ما هنش فعالات. لو انهن فعالات بهالملايين اللي اجت كان خربوا بيتنا، بس اكتر وسرقة منيح اسركوا منيح اسركوا. ليش؟ لانه لو نفذوا فيهن مضبوط كان رحنا فيها، ها منيح اللي بسرقوهن ومنيح اللي ما بنها، مش هيك؟ مش قالوا عن ابن تيمية في يوم من الايام لما كانوا جماعة من التتار سكرانين هيك واجوا بعض الناس بدهم يوعظوهم، وهم التتار في مرحلة قال اسلموا بس اسلام كشور كان مش فاهمين، ها قال لهم خليهم هذول اذا صحيوا بقتلوا الناس، اذا صحيوا بقتلوا الناس هذول. وهذول يا اخوي هالجمعيات من هون ومن هون، وورشات عمل ومش ورشات عمل، واكتب تقارير وجيب من هنا وصرفنا هون وصرفنا هون وصرفنا، ولفينهن هذا اللفلفة، هذه اللفلفة المحمودة تمام اللي ما بنفذوش فيها صح، ها بفلحوش بفلحوش. المهم شو جاب موضوعهم، الغرب هذا بيعطي كل هذا الكلام مشان شو؟ قال مشان يعلمونا احنا في الاسرة وكيف لازم الاسرة وكيف كذا، والمرأة 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 والمرأة، ما لكم على المرأة؟ لانهم عارفين تماما على فكرة انه اصلا اساس اي مجتمع الاسرة 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 الاسرة، اذا ضربوا الاسرة خلصنا. طب شو يعني خلصنا؟ ما انت اصلا ما انت دايما الصغير ايش في فلك الكبير يدور، حتى في قوانين ربانية يعني انه بدور حول الثاني، الشمس ولا الارض؟ الارض اكبر، الشمس اكبر اذا الارض تدور حولها. طب القمر ولا الارض؟ القمر اصغر اذا بدور حول الارض. هذه قوانين مش بس على مستوى القوانين الكونية، كمان في على مستوى الدول وكذا، الامم الضعيفة الصغيرة بدور حول الكبير، حول الكبير. هم فاهمين، هم وجدوا كل الامم تخضع للثقافة الغربية وخرت الا الامة الاسلامية بدأت ترجع، شيء عجيب. ولذلك هم بيعرفوا انه من اهم يعني الحصانة الموجودة من نجت من ضمنها الاسرة، الاسرة والتماسك، هذا التماسك هذا الموجود في الاسرة، واللي فيها بتلقى الانسان القيم. والاكبر من الاسرة حمولته، واكبر واكبر ضمن هاي الصيغة، فكرة ضمن هاي الصيغة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا كله كويس تمام، لانه محاضن هاي الغرب بيعملوا الشعوب ذرات، هذه الذرات يسهل التلاعب فيها، ذرات بينه وبين ابوه ما فيش علاقة، خلصنا فضينا سيطرنا. وذاك مين بيسيطر في الغرب اصلا غير القوى الظالمة هاي واللي بتجمع الاموال هاي كلها، والشعوب صفت ايش كلها تعمل للكبار، وان كان ايش في ضمانات صحية، البيوت مدفية، العبد هذا لابس وتمام وباخذ حريته في الذهب والاياب، ولكنه حقيقته عبد، هو حقيقته رقيق هو تمام، بيعمل لمين بيعمل لمين. طيب المهم لو احنا ما كانش في نصوص دينية كانت وصلنا للموضوع اصلا ولبسنا وجعلنا المرأة تلبس المحتشم صحة عبير بدون ما يكون في نصوص دينية، كيف لما يكون في عندي انا نصوص، كيف لما يكون عندي انا نصوص؟ هذه النصوص كلاش باقي عمد خمسة، كيف لما يكون عندي نصوص نبدأ نعالج الآن موضوع النصوص المتعلقة بموضوع المرأة. طيب نأخذ أولا قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن تمام، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنا اليوم موضوعي مش قل للمؤمنات يغضض، أنا الآن بدنا نبدأ نشوف هدول اللي بدلسوا على الناس وبقولوا القرآن ما جاش في موضوع الحجاب، وبعدين وإذا بهم بمسكوا في كلمة حجاب، احنا بدناش الحجاب، احنا ما بدنا يا الحجاب أصلا، احنا بدنا اللباس الشرعي
طيب نشوف. قل للمؤمن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مش هذا اللي بدي أفسرها، إنما ويحفظن فروجهن، برضو مبناش الآن إن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نبدأ الآن أول شيء ولا يبدين، أبدأ طبعا يقابلها إيش؟ أخفى، وظهر يقابلها إيش؟ بطن. ظاهر في عندك ظهر وبطن، ظاهر وباطن، وإذا أبدينا معناته مقابلها إيش؟ إخفاء. ولا يبدين، إذن هو الأصل في الإشي اللي بده يبدي هذا إيش؟ مخفي، لأنه استخدم يبدي معناته شو بكون هو أصلا؟ مخفي. ما يبدينش المخفي. شوفوا الآن بدنا نبدأ نوقف عند الألفاظ، وراح تشوفوا كيف الآيات كلها بتعطيك منسجمة مع بعضها وبتغلق كل الثغرات اللي بزعموها. إذن ولا يبدين، بدنا نبدأ من هون. ولا يبدين، يبدين عرفنا يبدين شو مقابل يبدي؟ يخفي. إذن هو الأصل إيش؟ خافي. الآن هي شو بتعمل؟ تبدي وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذن بيكون في الأول إيش؟ خفي، بيبدي. أي واحد خلصنا من يبدي. ولا يبدين زينتهن، نشوف الزينة، نشوف الزينة. هم في موضوع الزينة اليوم على فكرة في عندكم كثير من الناس لما بده يجي يفهم الأدلة، الأدلة الشرعية، بيكون مستصعب معه كيف مربى في البيت، شو بيئته، في أي بيئة، شو معلم. وصعب تجدوا ناس إلا تدربوهم يكونوا موضوعيين، يستطيع يتخلص من إيش؟ خلفيات سابقة. يعني ممكن يكون هذا الرجل اللي بده يعطي ابن القاهرة أو الإسكندرية، أو طول عمره عايش في الصعيد، أو هو عايش في قلب الجزيرة العربية، أو عايش في فرنسا، أو عايش. راح تجد كل واحد يحاول أثناء تناول الأدلة إيش، شو خلفيته، شو دارسه، شو معلمه، إيش بيئته، بتأثر. هذا مرفوض إنه يكون في أي تأثير أثناء محاولة فهمنا للنص. ولذلك لاحظت على بعض العلماء الأفاضل اللي هم يعني قدرتهم في التفسير عالية، وننصح دائما بكتبهم بدون أسماء طبعا، وجدت لما بده يبحث موضوع إيش هاي الزينة، شو معنى الزينة، بيحاول قدر الإمكان يقول إنها الزينة اللي هي مصطنعة، لأنه في زينة إذا بتلاحظوا خلقية الله خالقها، بقول لك لا ما فيش، مش هذه، وإنما الزينة اللي مثلا الخاتم زينة، الكحول زينة، يعني هذه اللي إيش التي تضاف، التي تضاف. بيحاول يقول هذا الكلام، بعدين نفهم ليش. هذا من مين؟ من المفسرين اللي بدهم يقولوا إنه المرأة لا يجوز لها أن يظهر منها ولا شيء، أو عفوا يعني كلها عورة. معناته بدينا نشتغل تشدد. شو معنى التشدد على فكرة؟ إذا والله فهم الدليل فيش شيء اسمه تشدد. أما إذا أنت مزاجك أنت والبيئة اللي عايشها، ومين أمك ومين أبوك ومين أستاذك وكيف علموك، وبعدين بصير تلوي النصوص مشان بعدين توصل إلى الغرض اللي بدك إياه، هذا موضوع تاني. ولذلك أجا شو عمل هذا الفاضل، جاب لك كل الآيات اللي فيها زينة وقال لك اتفضل، هاي القرآن ما ذكرش الزينة إلا في الأشياء الإيش، مش اللي من أصل الشيء، اللي تضاف عليه، اللي تضاف عليه. مثلا لو جينا
قول الله سبحانه وتعالى، لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. اذا في عندك سماء وفي عندك اضيفة ايش؟ لا مش صحيح، لانه اصلا السماء هي بتنطلق على الكل. انو الكل؟ يعني كل ما علاك واظلك فهو سماء، فاصلا الكواكب والنجوم وهالتفاصيل هاي كلها ايش؟ جزء من السماء، جزء من خلق السماء نفسه، جزء من خلق السماء نفسه، مش اشي مضاف، جزء من خلق السماء نفسه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. يعني أنا بكون غلطان لما أقول الله سبحانه وتعالى، بعد ما نعرف زين فيما بعد، الله سبحانه وتعالى زين وجه الإنسان بالرموش والحواجب، هذه مش من أصل الخلقة، يعني تعبيري غلط لما أقول زين الله سبحانه وتعالى وجه الإنسان بإيش؟ بالرموش والحواجب. هو زين ولا ما زينش؟ بالرموش والحواجب. هذه الرموش يعني مضافة هاي ولا من أصل الخلقة؟ هو أصلا راح نكتشف أنه الزينة هي أصلا ما هو في أصل الخلقة ابتداء، في جمال وفي تجميل، في زين وفي تزيين، في تزيين إضافة، في جمال في تجميل، في زين في تزيين. راح تشوفوا الآن، إحنا راح نشوف وإحنا ماشيين في الموضوع، لأنه في ناس تشددوا. شو ما تشددوا، ما يمكن يسمى واحد يستنبط من الدليل ويكون دليله قوي، لا يمكن تسميته متشدد. مين متشدد؟ اللي بيلوي أعناق النصوص مشان يشد على الناس، وفي بلوي أعناق النصوص مشان الناس إيش؟ تسيح زي ما بدها. كلهم بلوا أعناق النصوص، سواء المتشدد أو اللي بيسمي حاله منفتح. خلصنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله.